اكثر الناس اللي اشتاقوا لها الفقره، صح ولا لا؟ طبعا. حياكم الله من جديد. احنا نتكلم الان عن فقره مكشات اللي كثير الناس كانوا ينتظرونها. يعني احنا قدمنا في الموسم الماضي كثير من الفقرات الكشتات في مختلف مدن المملكه العربيه السعوديه، وكانت رائعه جدا. احنا ما نقولها لانها تخرج من خلال برنامجنا، ولكن بشهاده المتابعين. للأمانة أنا ونهى وطاقم العمل كنا نستمتع فيها، لأنه كان في تنافس صراحة ما بين المراسلين الرائعين في كافة المدن ومناطق المملكة العربية السعودية. توقفنا لفترة بسبب الأجواء، طبعا حر صيف تختلف الأجواء ما بين منطقة لمنطقة، ولكن عدنا والعود أحمد، والآن هذه حزتها، صح ولا لا؟ اشتقنا لها صراحة، واشتقنا للتجهيزات، يعني نشوف ايش في ايش ما في مع الاجواء الجميله، خصوصا باختلاف المناطق مثل ما انت قلت عبد العزيز. يعني مثل ما تعرفون ما بين الجنوب والشمال والرياض، والتنافس الجميل اللي احنا نشوفه، ومنكم انتم متابعينا اللي عودتونا انكم تحرصوا انكم تسووا مكشات جميله، ودائما نكون على تواصل معاكم مباشر. عدونا فقرات مكشات. صحيح، ما هو هذا كان التنافس بينهم يا عبد العزيز، فكنا ننبسط صراحه، كل واحد حاط كذا لمسته في المكشات الجميله وطريقته وترتيبه، اشياء رائعه. بقول شغله، وش هي؟ ترى طلعنا بمكشات نسائي. صحيح تذكرين ولا صحيح لا؟ كان الموسم بس الماضي مكشاتكم ينوها ما مش بوب كورن لا ما عليك جلسات على ما الكراسي اذا ما في نص الكبسه فيها رمل ولا ما تصلح. يقولون السيل ما يفطر لما كبره، انتم ما تلحقون على نهايه الجلسه، والله ما فوت فيها شيء. بالله بالكتف. شوف الحلويات ترى لازم على قولك الكب كيك والميني بانكيك والامور هذه لا نكذب، هذه موجوده، لكن مع البراد والله ما ينفع الا الرز واللحم. تبي الصدق والله؟ طيب ايش رايك نذكر الناس؟ نذكرهم وش اللي ما نذكرهم بالموسم الماضي في فقره مكشات ايش قدمنا؟ اي خلونا نشوف نرجع لكم. من منا ما يعشق الكشتات والطلعات البرية في هالأجواء الشتوية الجميلة؟ المنفس الوحيد لهم هني البر، وهالبر وفلة حجاج ومكشات وناسة. بالنسبة للخضار والأجواء حلوة، نبعد عن زحمة الشغل ونبعد خاصة في الويكند. وناسة المكشات عادة يكون فيها أحيانا ينقص شيء بسيط، لكن نتلافاه ونعوضه بأي واحد من الأقارب أو اللي في الطريق ندق عليه التليفون يجيبه. نهتم بمكان الجلسة وموقعها، في الأشياء اللي ناخذها معنا، في التفاصيل الدقيقة، نحب نكون متميزين في كشتاتنا. الجو اليوم جدا جميل، غيوم واحتمال كان يكون في أمطار، فتواصلت مع البنات يلا كشتة يلا. وبردان بردان أنا تكفى، أبحترق بدفى، لعيونك التحنى، لعيونك المنفى. بردان بردان أنا تكفى، أبحترق بدفى، لعيونك التحنى، لعيونك المنفى. من جد اشتقنا لها الأجواء الجميلة. يلا ونبدأ عاد في مكشات جديدة، واللي هي متنفس لعشاق البر، نظير ما يجدونه من متعة تمنحهم راحة نفسية وسط بيئة تتناسب مع طموحاتهم. منطقة عسير يقود أبو عبد الله مجموعة من زملاء رحلة مكشاة، وقودها المودة والمحبة ممزوجة بروح التعاون مع الزميل أحمد العسيري. نشوف مكشاتنا لليوم، نرجع لكم. الأجواء الجميلة واللي تشهدها منطقة عسير شجعت أبو عبد الله وربعه لشد الرحال للمواقع اللي يختارونها لقضاء الأوقات الجميلة والاستمتاع بالمناظر الخلابة.
عبر مكشات يمنحهم الترويح عن أنفسهم، حيث كان الصباح الممزوج بشروق الشمس هو الوقت اللي تواجد فيها أبو عبد الله وفريقه في نقطة الانطلاق لتجهيز كل احتياجات المكشات. هذا الوقت واللي عطانا فرصة رصد مركباتهم واللي اختلفت في أنواعها وتجهيزاتها، إلا أنها اتفقت في تحقيق كافة الخدمات بما فيها سبل الراحة. وقبل الانطلاق يوجه أبو عبد الله قائد المكشات نداء للجميع عبر جهاز النداء واللي يربط جميع مركباتهم بشبكة لاسلكية تسهل لهم عمليات التواصل. بسم الله توكلنا على الله على موقع المكشة. لتنطلق المركبات بشكل لفت انتباه الجميع كونها مركبات تحمل عنوان العشق للرحلات البرية. وعند وصول جميع المركبات للموقع بدأ أبو عبد الله في تنظيم وقوف المركبات بشكل يوحي بأن رحلات المكشات لها طقوس تعانق جمال التنظيم في أجمل الصور. ليبدأ الجميع في نصب المظلات وفرش الزل، ساند ذلك جمال آخر تمثل في تلك التجهيزات والتي شاهدناها في تلك الخدمات والمتمثلة في أدوات الطهي وأدوات إعداد القهوة. ومما زاد الجمال عملية الطهي واللي عانقت جمال الصباح، مما دعانا لتوجيه عدسة الكاميرا لعملية طهي الكبدة بزيت الزيتون. لنغتنم الفرصة بلقاء جمعنا بقائد رحلة المكشات الأستاذ محمد العسيري والمعروف بابو عبد الله ليحدثنا عن المكشات وعشقه للرحلات. والله زي ما تشوف المكشات لها طابعها الممتاز اللي هو طريقة التواصل الاجتماعي، السنابات والطرق الأخرى في التواصل، الوسائل التواصل الاجتماعية. فتم تحديد قروب وصلنا على يعني وتيرة واحدة وصرنا نجتمع وننسق الطلعات كانت في أبها أو في الشمال أو مناطق المملكة. وفي مجلس المكشات استمتعنا بحديث عشاق المكشات واللي وصفت لنا تلك السعادة اللي يجدونها في كل رحلة تجمعهم. السيارات المجهزة طبعا الشباب مبدع، كل واحد في سيارة في الأشياء هذه. أيضا اختيار المكان، اختيار الجو المناسب في الطقس وحالة الطقس الحين، انتقال من الشتاء أو من الصيف إلى الشتاء وزي كذا. فجاتنا والله دعوة من مكاشية الشباب اللي هنا اللي متواجدين في المنطقة، ما بخلوا علينا بمشاركتنا لهم من يعني مناطق بعيدة. ولم يخلو هذا المكشات من الفعاليات، حيث رصدنا الفعالية الأولى وهي فعالية رمي السهم مع المحترف المواطن فراج الأكلوبي، واللي بث بهذه الفعالية روح التنافس بين المشاركين. بالنسبة لنا احنا فريق مكشات نجوب مناطق المملكة، هذه الأولى، على حسب الأجواء وعلى حسب المناطق وعلى حسب الأماكن. طبعا نضيف لها فعاليات من ضمنها الهايكينج، من ضمنها رماية القوس، يكون في تحدي بين الزملاء، يكون فيه وطبعا غالبا يكون عندنا توثيق للأمور هذه اللي هو تصوير جوي، تصوير بالجوالات، تصاميم قنوات. فهذه إضافة فعاليات، من ضمنها الطبخ، من ضمنها يعني احنا ما نخلي الجو يكون ممل، ندخل فيها فعاليات هذه. ورغم أن الرحلة برية إلا أن صناعة الحلا كانت هي الفعالية الثانية واللي زادت من حلاوة هذا المكشات. ويعتبر طهي اللحم ركن من أركان المكشات، لنجد أن فريق المكشات فضل طهي وجبة الغداء عبر عملية السليق ليعيش فريق المكشات يوما حافلا بكل ما يعانق أمنياتهم. تعد نزهة البر متنفسا جاذبا لعشاق المكشات، فهي فرصة ثمينة للترويح عن النفس بعيدا عن ضوضاء المدينة. لبرنامج من السعودية أحمد عسيري، أبها. هذه
حياكم الله. في الجزء الأخير تحدث عن الاحترازات الصحية، حيث وقعت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في الرياض اليوم مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الجواز الصحي وتحقيق التكامل التقني بين تطبيقي توكلنا السعودي ومجتمع واعي البحريني. للحديث أكثر ينضم معنا المتحدث الرسمي لسداير أستاذ ماجد الشهري. حياك الله أستاذ ماجد. بداية، كيف ترون نجاح الربط التقني بين تطبيقي توكلنا ومجتمع واعي؟ حياك الله أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفترة السابقة الكثير من دول العالم قامت بالاستثمار في تطوير خدمات حكومية رقمية ساهمت إيجابا بالحد من تداعيات جائحة كورونا. اليوم حان الوقت لتعزيز هذا التعاون الدولي عبر الحدود لتسخير التقنية والربط الإلكتروني لضمان رحلة المسافر بشكل آمن وصحي. ولله الحمد، البارحة تم توقيع مذكرة تفاهم بتوجيهات ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس إدارة سدايا ما بين سدايا وهيئة المعلومات والحكومة الرقمية في البحرين للتكامل ما بين تطبيقي توكلنا ومجتمع واعي، وتحقيق تأكد من أهلية المسافر الصحية وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في البلدين الإلكترونية. جميل. أستاذ ماجد، لو نتكلم عن آلية الربط التقني بين التطبيقين. هناك شقين للربط. أولا، هناك التكامل والربط ما بين أنظمة الحدود ما بين البلدين. هناك العديد من الأنظمة التي تستخدم لعمل ذلك، كأنظمة الحدود وأنظمة الجوازات وأنظمة الجمارك والآن الأنظمة الصحية. فهناك إن شاء الله تمكين المعنيين من التحقق من مطابقة المسافر للاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في البلدين إلكترونيا. هذا الشق. الشق الثاني هو التكامل والربط ما بين التطبيق توكلنا ومجتمع واعي في البحرين لغرض تمكين المواطنين والمقيمين البحرينيين من مشاركة بياناتهم الصحية في مجتمع واعي وإرسالها بشكل مؤتمت إلى توكلنا إلكترونيا وضمان رحلة سفر ميسرة للمسافر. طيب. بحيث يستطيع من التنقل في المملكة بكل أمان وصحة. أستاذ ماجد، يعني أنا كسعودي بروح للبحرين، مملكة البحرين، لازم أحمل تطبيق مجتمع واعي ولا أكتفي بتطبيق توكلنا والعكس صحيح؟ نعم طبعا، الآن هناك فريق عمل مشترك تم تشكيله بعد عقد الاتفاقية بين البلدين لإجراء هذه التفاصيل والعمل عليها وإيجاد أنسب الحلول. لكن بالتأكيد الحل الذي سينتج إن شاء الله عن هذا التعاون هو تسهيل الربط ما بين التطبيقين، سواء من جهة تطبيق مجتمع واعي لتوكلنا أو بالعكس، بحيث أنه نسهل على المسافر ونقلل من احتياج تنزيل تطبيق آخر في حال سفره لدولة مثل البحرين أو الدول الأخرى في المستقبل إن شاء الله. جميل. وش أبرز الخدمات اللي تنطبق عليها آلية تفعيل التطبيق؟ قد تكون أبرز الخدمات الآن في آلية التحقق من الحالة الصحية بسبب اقتران توكلنا في جائحة كورونا، أيضا أهلية المسافرين الصحية وفق الاشتراطات والبروتوكولات الصحية المعتمدة في البلدين. عند الحاجة لإضافة خدمات إن شاء الله مستقبلا سيتم العمل على ذلك. طيب، تعتقد كم سيختصر من الزمن هذا التطبيق أثناء المرور على الجسر؟ بإذن الله سيساهم هذا الربط التقني إيجابا في تسهيل وتسريع إجراءات رحلة السفر من وإلى البلدين، من المملكة السعودية إلى مملكة البحرين والعكس كذلك، لأن البلدين أو التطبيقين سيعملان إن شاء الله بموثوقية وكفاءة عالية دون الحاجة للتحقق من الأوراق الصحية الثبوتية دويا، والتي بالغالب هي التي تأخذ نصيب الأسد من إجمال الوقت المستغرق أثناء السفر في الوقت الراهن. هل عندكم مؤشرات عن الأثر الإيجابي اللي ممكن يحصل بعد التطبيق؟ بإذن الله. طبعا الدراسات تشير إلى أنه تقصير الوقت المتطلب للفحص بإذن الله سيساعد من رفع جودة السفر، رفع جودة الحياة، وأيضا الاستمرار بالعمل على الاحترازات كما هو مشار إليه من قبل الجهات الصحية في البلدين. طيب أستاذ ماجد، يعني وجود الجواز الصحي في التطبيق يعني نستغني عن الجواز اليدوي؟ طبعا خدمة الجواز الصحي هي خدمة متاحة حاليا في تطبيق توكلنا، هي تؤكد أن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا. ما يحتاج أشيل الجواز معي؟
لا طبعا لا زال الآن الكلام هو عن جواز صحي يربط فقط الحالة الصحية بالمواطن، لكن جواز السفر المعتاد ضروري. لا علاقة له بهذا الأمر. نعم ضروري. الله يعطيك العافية. ضيفنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لسدايا الأستاذ ماجد الشهري. هذه من ضمن المواضيع اللي اليوم طرقنا لها وقلنا نعامل الوقت فيها من أهم العوامل، ولقى تطوير كبير في هذا النوع من الخدمة ما بين تطبيق توكلنا ومجتمع واعي في مملكة البحرين. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة بإذن الله، خليكم على الموعد، لا تنسون كمان الله.